صباح الشوق على السمحات غصن لي حالي شغل قلبي اصبح ديما همه ويصاهي فكم فيا صحايا وقتلني جمالهن وزري السوق قدام الغميد بحلالهن ديل خطبوهن وديل جايبين مالهن وديل دابوا قايمات بالسمح عبالي ستات الجمال ادي مطاعم فالهن يا ريت قبيلة نحن دانينالهن هل هوسي موجود لسه داخل بالهن ولا خلاص نسنل عن لغن حبالهن ما يكون قزن وتوصدنيش مالهن طالبك يا كريم تجعلني من آمالهن يا فلانة العليخ خلق الله جت مجنونة شدت قليبي زتيتيه في طاحونة من تالل في المناجم لونه ميت ميت لكن الفتتني عيون عشمي بسيط لو قلبي بك يتخن شايفه مثل عشم اللعين للجنة حين أراك بطبق الأن فوق الأن وحين أفارق بعض قلبي باخذ زنة عاش ديك ضاع جسمه عدم الحتة من هجراك جوا تفجرت أو ردت بدونك شبعان عذاب وفاقدك انت ولاك لو عجلني بخراه ولا ويرشدت منك قلبي مضروب بسلاح رشاش كشفوا عليه ودكاتر لقوه زي الشاش يا الصيد القساكي مسوي ليها تراش ارحمي حالي قبال نلزم الانعاش امست حلتي منك يا مسماح بتبكي ميت رسمي فارغت الدوام بتشكي قلبي ممكون وافكاري جت من ركي حالة قلبي حتى ناوي حج ما بزكي امك قالت خير وعديلة يا الوزينة ابوك زول واجبات خوست سنينة للضيفان بينحر بكرة واخر سنينة كان دقينا باب البيت الحين بدينا قلنا نجيه وكان يرضى ويقول لنا خير كان وافق من افرح وفرح معانا الغير كان عاكس ما عندي راي في الغير مصيرنا الموت نهاية الدنيا ذاته بيت ابوها قال حرم حبابك يا المعلم كان حبابك يا في الكرم والجود كثر خزانة اطلب بس بشوف الروح بسيطة عشانك الا البنت مخطوبة وسرقها زمانة ده كنت خايفه كبير وما بيفرش رسمة جنيت والسبب بحتقده هال من قسمه حين اراه بنسى الكل وايضا اسمي لكن في النهاية نقوله ابت القسم لكن في النهاية نقوله ابت القسم كلماتي وإلغائي النذير الشيخ حبيب الله والتحية لكل المستمعين.